موعد سكان العاصمة بالأغنية الشعبية يتجدد من خلال سهرات فنية دأبت على تنظيمها مؤسسة فنون وثقافة التي حولت فضاءات مسمكة الجزائر الوسطى إلى ركح تتداول عليه نخبة من فنانين ذا عصيتها في الكلمة الراقية، على غرار الفنان كريم ملزي الذي غاص بجمهوره في أعماق حلم جميل. المواطن أول خطرة يسمع شعبي كيفاش يقولوا ياتيري وهي يجذبوا ليه فوالا، يعني ومن بعد قد ما تبرونشي قد ما تدخل في في الشعبي يعني تحوس تفهم الموسيقى وتفهم القول، يعني يقيسك مام العنصر النسوي يعني ولا يسمعوا شعبي وماشي غير هنا في الجزائر. يعني الأغنية الشعبية صوت لمن لا صوت له، وكلماتها رسائل مشفرة أثبتت جدارتها إبان الثورة التحريرية حسب العارفين بأسرارها. الشعبي سيتين يكون والتربية ما كاش تربية أحسن كما الشعبي، وفيه ثقافة. الثورة كانوا هكذا يمدون لي مود باس هذا يقول في الغناء، وشنو كان استعمار ما على بالوش. شكروا شيخنا اللي خلوه لنا شغل، هما داروا رسالة وخلونا إن شاء الله احنا نكونوا ثاني نكونوا في حسن الظن تاعهم، نمدوا نكملوا هذه الرسالة من القدام. الهدوء والرصانة وراحة البال كلها خصال تتوفر لدى عشاق الفني الشعبي على حد تعبير هؤلاء. مكناسية غيرت لي حياتي مسولكي، حليت عيني سمعتها غيرت لي وردتني راجل تاع الصح. الشيخ بورديب كان يخدم في القصيد تاع سيدي الخضر مخلوف، قوم صلي وخذ الشيطان يا انسان الناس غير ما تراهم في كل حين يركع، ابان توب بها ناس. ما جو بونس كو لو شعبي سي ميو سورتو كونت اون فواتور ولا حاجه سي بلو بيزيب جي بلو مانيش عارف انا لا بون ميلودي بي تربينا به الشعبي من زمان احنا نسمعوه. جو دي وجان هادوما لي جان لي جينيراسيون جديد هادوما اللي مطلعين يا لو كونسيرفاتوار يا لي ميزون جان سي بلان دو فهمت بلان دو ميزون جان بلان دو كونسيرفاتوار يروح يتعلموا. كسرت سهرة الشعبي التي تنظمها مؤسسة فنون وثقافة بالعاصمة صمت المدينة، وبروز أصوات شابة كصوت المطرب كريم ملزي يعني أن هذا الفن العريق لا يزال بخير.